علشان احنا بنضبط نقابه المحامين للمحامين. في ناس مش عايزه نقابه المحامين للمحامين، في ناس عايزه نقابه المحامين مشاع، تنكر ان انت عملت انجاز، تنكر ان انت صححت جداولك وضبطت جداولك علشان تحافظ. هو لما نرفع المعاش وسقف العلاج لما وصل اليه الان من ارقام، اقول ده كلام بالنسبه للخبراء الاكتواريين وغيره، ده اعجاز اللي احنا وصلنا له. عارفين حضراتكم احنا صارفين نقابه المحامين صرفه كام على العلاج حتى الان؟ حتى الان صرفه 310 مليون جنيه على العلاج فقط. احنا كنا في 3 سنين فاتت صرفنا مليار جنيه على العلاج والمعاشات. انا اتوقع ان 3 سنين لو مشوا بهذا المعدل هيبقى على الاقل 2 مليار في 3 سنين عشان تغطي المعاشات والعلاج. انا اديهم لمين دول؟ الفلوس دي اوزعها على غير المشتغلين؟ اديها لحملة الدبلومات؟ اضيعها على غير المحامين اللي بيكدوا في المحاكم؟ ليه اعمل كده؟ تسفه وتضيع للوقت وتضيع للمال، ولا يجوز لاحد محامي او غير محامي انه يكلمني باي فلسفه تجيز لغير المشتغل انه يقاسم المشتغل بماله. لن اسمح لهذا الامر طالما احييه، مش هسمح فيه.